معروف عند كل الناس او في اي وضع اداري بسيط، اللجنه لجنه جزء من هيكل اداري على راسه مجلس اداره. يعني في مجلس اداره على راس الهرم الاداري بيشكل لجان واجهزه تشتغل. بس دي مش لجنه دائمه. مجلس لجنه ازمه. لا، حتى لجنه المسابقات. فانت بتتكلم على الطب بتاع الاتحاد، مجلس اداره الاتحاد. واحد من عناصره الرئيسية نائب رئيس الاتحاد اللي بيتكلم، لا مصدر مسؤول ولا مصدر مطلع. والمفوض ده نائب رئيس الاتحاد مفوض من المجلس بإدارة هذه الأزمة، لديه من الخبرات وحسن السمعة والسيرة ما يكفي، وعنده من الشجاعة والوضوح اللي خلاه يقول الكلام ده. أيوه، قال لك ما هو كل واحد يتحاسب على كلامه. إحنا قعدنا كمجلس إدارة وتوافقنا على قرارات، فوجئنا لجنة المسابقات بتطلع عكسها، فوجئنا بلجنة المسابقات بتعلن جدول غير اللي احنا نعرفه. كان في الصحافة بيدرسونا الهرم المقلوب والهرم المعدول، اهو ده هرم مقلوب قوي. ان لجنة المسابقات او المهندس عامر حسين بقى هو رأس الهرم، ومجلس إدارة الاتحاد بكل قياداته بقى هم القاعدة، هم اللي بيتلقوا القرارات. يعني طبعا انا طول السنه مشفق عليه، وربما ما زلت يعني طبعا، لكن انا مش متصور اذا كان ده بيحصل وهو بيفرض عليه حلول من النوع ده في الاخر هيتقال ان عامر حسين سوى وعمل في الموسم الفلاني. ما انا مش عايز يقبل هذا الوضع. انا عايز اقول لك على حاجه، وانا اعتقد الراجل يعلم مدى تقديرنا ليه طبعا على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني، لانه الحقيقه فعلا باذل مجهودات كبيره وراجل فاضل. بس اللي حاصل مع عامر حسين من اعضاء في مجلس اداره الاتحاد هو يعلمهم جيدا، كل اهدافها حرق هذا الرجل والتخلص منه. وهتشوفوا نهايه هذا الموسم موقف عامر حسين من لجنه المسابقات عامل ازاي، وخليكم فاكرين عامر حسين بيتضحى بيه، عامر حسين ورق بيحرقوها، هو بقى يلحق عامر حسين بيتخلصوا منه، ما يتحملش مسألة هو مش بيديرها. فكل واحد فيهم هيعمل بلوى يقول لك اصل ده مش قرارنا، ده قرار لجنة المسابقات، ده عامر حسين اللي قال كده، لتسريع وتيرة التخلص من عامر حسين. وفي تربطات حاصلة لبعض الناس عشان تيجي تمسك لجنة المسابقات. عامر حسين بالمناسبة رجل متطوع من العناصر القليلة في الاتحاد اللي بترأس لجان واخده كل هذا الجهد وهذا الوقت ومتطوع. لكن اللي قاله احمد شوير ده شيء ما يحصلش ابدا في بلد اتحاد الكوره فيها كمان سنتين هيحتفل بالمئويه بتاعته. 100 سنه كوره من الاداره والخبرات والرموز واسماء عظماء الكوره وعظماء المجتمع المصري كان تصل المساله الى هذا الحد. انتوا متخيلين ان الاتحاد ده كان فيه ناس فرضت على الاهلي بكل، يعني انتوا بتتكلموا في 84 مجلس الكابتن صالح سليم و88 مجلس الكابتن عبد الصالح الوحش تقريبا في الفتره دي انه يلعب مع الزمالك والاهلي ينقصه 11 لاعب دولي ويوافق ويضيع الدوري من الاهلي ويلتزم وينفذ ويضحي. انتوا متخيلين ان في اتحاد الكوره كان في ناس بهذه القوة وهذه النظافة وهذه السمعة الطيبة وهذه الإدارة إن تفرض على فريق يلعب بدون الدوليين لمصلحة المنتخب و11 لاعب من الأهلي وأربعة من الزمالك ومحدش اعترض والأهلي خسر، بس عنده ثقة في حسن توجه المسؤول، عنده تقدير لنزاهة القرار اللي طالع، مش تكافؤ فرص بتنتهك ومعايير بتدهس وترجع عايز تنفذ قرارك انت بس عليا انا. انت عايز تنفذ قرارك عليا انا بس تحت شماعه اصل ده موسم استثنائي. السنه دي موسم استثنائي، ليه عايز تخلي الموسم اللي جاي استثنائي كمان؟ ايه الاستثنائي ان انا اقدر اخلص ومش عايز اخلص؟ ايه الاستثنائي اللي فيه؟ استثناء انك تلعب مضغوط، انت كده ما حولته في الاخر ما بقاش استثنائي خالص. ده بقى بحبح زي عباس فارس اما بيقول للريحاني بحبح. بحبح يا سيدي، عايز ايه 60 يوم بحبح. يعني ايه الاستثناء هنا؟
الاستثناء انك تلعب بعد 60 يوم وتفضل ماسك في حته اصل ترتيب المباريات. يا راجل انت لسه بتتكلم بجد بجد يعني؟ لسه فعلا بتتكلم على ترتيب المباريات كاتحاد كوره؟ لسه عاجز انك تاخد قرار اسلافك العظماء اللي كانوا قاعدين مكانك قد كده؟ لعب دوري من غير دوليين، لعب اهلي والزمالك 11 لاعب اهلي بكل فتحينهم النجوم الكبار كلهم في 84 وفي 88 وتنفذ القرار. الاهلي تعادل وخسر الدوري، والاهلي خسر هزم وخسر الدوري، وكله ما حدش اعترض لانه كان فيه ثقه في حسن التوجه. مش ناس بتدار من الخارج، مش الثقه بس يا استاذ ابراهيم، كان في نظام. هو الفكره كلها انت لما تعمل نظام وانا الاقيك ماشي عليه واسبب لي ضرر مش هتكلم. هو هنا النادي الاهلي لازم الناس تفهم النادي الاهلي بقى. لما انا بقول لك ها انك انت تملك القرار فانت صاحب القوه، لكن انا صاحب الحق والحق اقوى من القوه حتى لو ما خدتوش. حتى لو ما خدتوش لانه جاي والتاريخ لا لا ده فيه ده بعدين قدام الناس دي مش داريانه اللي جاي بالنسبه لها هيبقى شكله ايه. حكم التاريخ والناس اللي هتنبش وتطلع وتتكلم هتلاقي دولارات مش يعني ما اعرفش ما هتلاقي ايه يعني، انما على الاقل هتلاقي وضع غير عادل. مش تملي يعني، ممكن انت تبقى بتعمل كده لانك مش بتحبني، مش ضروري يعني ليك مصلحه. بس تعمل كل ده؟ تعمل اللي احمد شوبير قاله؟ هو انا احنا بدانا يعني بدانا نقول كلام الناس فاهماه والناس شايفاه والناس حاساه، لكن الحل ايه؟ الحل في انه يجي يقول لك اصل ده موسم استثنائي. فسيد عبد الحفيظ الحاجه مهمه جدا بمناسبة هذا الموسم الاستثنائي. بداية الموسم ده الجميع اتفق ان هو موسم استثنائي، مظبوط؟ قالوا في تلاحم مباريات وفي تقارب مباريات من بعضها وفي بطولات داخله في بعض. الاهلي هيلعب بطوله افريقيه او هيستكمل بطوله افريقيه خاصه بالموسم اللي فات، وبعدين في بطوله جديده السنه دي، والاتحاد الافريقي غير النظام بتاع البطولات الافريقيه خلاه في شهر 5 ينتهي بدل ما كان بينتهي في شهر 11، وكمان منتخبات هتتلعب في مصر هنا. كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله يحصل على البطوله باذن الله تعالى، بدل ما كانت بتبقى في شهر 1 بتبقى في شهر 5. فالكل شرح ان الموضوع ده موسم استثنائي، تمام؟ المفروض ان هو استثنائي على كل الفرق، مظبوط ولا لا؟ مش استثنائي على فرقه واحده. وبناء عليه احنا اتاجل لنا عدد من المباريات، وصل لحوالي 6 مباريات او 7 مباريات او 8 مباريات، وممكن يوصل لاكثر من كده، وده حقيقي على فكره. لكن عشان يعوضوا اتحاد الكره، عشان يعوض المباريات اللي تم تاجيلها لينا عشان مشاركتنا في البطوله بتاعت السنه اللي فاتت ديت، ضغطنا في 7 مراحل من الموسم يا استاذ سيد. كل 72 ساعه بنلعب مباراه، كل 72 ساعه بنلعب مباراه على اساس ان ده موسم استثنائي. يعني انت بتلعب عدد مباريات افريقيه اكتر، فمعلش ماتشاتك بقى بدل ما تلعب كل 5 ايام او كل 6 ايام تلعب كل 72 ساعه، كل 72 ساعه. تمام؟ احنا ما اعترضناش خالص، لدرجه ان في العرف عمرنا ما كنا بنلعب ما بين المباراه الافريقيه والثانيه الافريقيه اللي ما بينهم اسبوع و10 ايام نلعب مباراه في النص في الدوري، عمرنا ما كنا بنعمل كده. عمرنا ما كنا بنعمل كده. مع النادي الاهلي عملوا لنا كده 4 مرات في الموسم على اساس ان ده موسم استثنائي. ما اتكلمناش خالص عادي جدا. لما الموسم قرب على نهايته، تمام، وبدات في فرق ثانيه، كل التوفيق ليها برضه عشان الناس بس تاخد مننا حاجه كويسه، احنا بنتكلم على المساواه في القرارات اللي كانت موجوده في العدل سوري في الجدول. لما الموسم قرب على نهايته اكتشفنا، مش اكتشفنا، حسابيا لقينا ان احنا ضغطنا 7 مرات او 8 مرات، ولعبنا ما بين المباريات الافريقيه 4 مرات، والفرق الثانيه اللي مشاركه في افريقيا لما تعرضت لنفس الظروف بتاعتنا، تمام؟ انتوا في مباريات كنتوا بتلعبوها بتطلعوا على الطياره على طول تلعبوا بعدها ب 24 ساعه يعني، وسفر طويل. ده حضرتك الناس كانت واخده سخريه في بعض الاوقات. فاكر ماتش الاهلي والزمالك؟ اتفضل. طبعا حضرتك في بعض الاوقات الجماهير كانت بتقول مستشفى الاهلي. ايوه. لان انت كل يوم كان بيبقى عندك 2-3 مصابين، تمام؟ واحنا استحملنا ده ليه؟ لان انت بتلعب النهارده وتريح بكره وتريح بعد بكره وتلعب بعد بكره.
او بعدها بيومين تمام، وبعدين تطلع على الطياره على طول. لعبنا الزمالك في اجواء مناخيه كانت صعبه جدا، وبعدها ب 48 ساعه لعبنا مع الاتحاد، وبعدها ب 48 ساعه رحنا طالعين على جوهانسبرغ تمام. فاذا انت الظروف اللي انا اتعرضت لها واللي ضغطتني لما اتعرض لها غيري بنفس الظروف الافريقيه ده ما عملتلوش كده، ما حطيتلوش في الجدول كده، ده انت اجلت له كل ماتشاته. الاهم من كل ده وده بقى يعني الموضوع بتاع السنه الجايه. طب ده موسم استثنائي كان علينا احنا بس، يعني احنا ما دام مش تاجيل ولا مباراه لينا. هو بيقول لك انا كنت باجل للاهلي، ده السنين اللي فاتت، انا ما بتكلمش على السنين ده، السنه دي ما تاجليش ولا مباراه، السنه دي ما تاجليش ولا مباراه بظروفي الطبيعيه، غير لو يعني انا في مباراه يا استاذ سيد مثلا في الدوري النهارده وفي مباراه في افريقيا النهارده تمام، وضع طبيعي انها تتاجل تمام. لكن انا ما تاجليش ولا مباراه يعني مثلا في المحلي هلعب يوم الاثنين وافريقيا هلعب الجمعه، فانت تاجل لي مباراه يوم الاثنين، ما حصلش مع الاهلي ما حصلش. لكن يتاجل لك امتى؟ لو الجدول محطوط فيه الاهلي مثلا مع انبي يوم 16، بس لو الاهلي صعب هيلاعب مثلا سان داونز يوم 16، يبقى في الحاله دي تؤجل. كده كانت بتتاجل. لكن لما يكون عندي في الجدول بتاعي يا استاذ سيد مباراه يوم الاثنين في الدوري ومباراه يوم الجمعه في افريقيا، ما بيتمش تاجيلها. فاذا لما يبقى نفس الكلام ده يتعرض ليه نادي اخر يبقى عنده مباراه يوم 1/5 ومباراه يوم 5/5، انت بتاجل له بتاعت 1/5 ليه؟ وبالتالي يا كابتن سيد، وبالتالي القرار ايه بقى؟ القرار الاتي، انت السنه دي بكل الازمات اللي حصل فيها الاهلي واللي حصلت ضد الاهلي اوكي، انت سكت ووافقت مفيش مشكله. طب السنه الجايه انا عندي قيد افريقيا هينتهي يوم 30 تمام، يوم 30/7 البطوله الافريقيه بتاعه المنتخبات ربنا يوفق مصر ان شاء الرحمن هتنتهي يوم 19. طب لو انت اجلت عدد من المباريات لبعد البطوله الافريقيه قد يكون فيها مستبعدين، لان بعدها بيوم ولا اتنين ممكن تستغنى عن الناس. يعني هو سيد لخص بشكل منظم جدا الكلام اللي احنا بنقوله. السنه الجايه في ناس ماشيه وفي ناس جايه، في يعني لا يمكن مقبول هذا الكلام ده. يعني حتى الكلام على ان كاس مصر اتلعب في بدايه الموسم الجديد انا مش فاهمها. لكن الناس مش بتتوقف قوي عند كاس مصر، خلينا في المسابقه. عارف انا كويس ان انت ذكرت النقطه دي، لانه انا عايز المهندس عامر حسين تحديدا ينتبه للجمله دي. كل ما يتكلم يقولوا له طب انت ازاي هتلعب كاس مصر بتاع الموسم ده في بدايه الموسم الجديد بقوائم الموسم الجديد، يقول لك ما حصلت قبل كده. ده كلام فعلا ما يصحش يتقال. بس يا ولد هو لا لا يعني من امتى بيتقاس محمود عثمان وربيع عصي؟ بس يا ولد بس يا ولد هو امتى بيتقاس على الغلط؟ انت اضطررت في فتره من الفترات تعملها، عايز تاخدها ذريعه تبرر بيها كل مره، يعني غلطت مره. هو شيوع الخطا هو دي فكره، يعني صوابه فكره السابقه اللي بيحصل الموسم ده يقول لك طب ما هي حصلت قبل كده. الله الله الله، وارجع للكلام اللي انا يعني قلته لك، الموسم الاستثناء ده هيسفر على ايه في الاخر؟ اتقال ما هو الزمالك هو كل المشكله حاصله ليه؟ هو الزمالك ليه ما يلعبش مبارياته بنفس الطريقه اللي الاهلي بيلعب بيها؟ او اللي الاهلي لعب بيها؟ خلص افريقيا، ما عندكوش سبب تقولوا حرصا على فرصه في افريقيا. انا هنا بكلم جمهور الاهلي الحقيقه، عشان لما مجلس الإدارة تلاقوا موقفه متجه لمنطقة حفظ حقوق الأهلي وإراحة لاعبيه تعرفوا هو بيتكلم بناء على إيه. ولما اتحاد الكورة يصمم على موقفه الغريب العجيب مسلوب الإرادة فيه، يبقى فاهم كويس قوي إنه بيعمل طبيخ مسموم. لأنه لو بص في الجدول بتاعه وحلل أرقام الموسم المفروض يكسفوا على نفسهم. المفروض فعلا لو حد بيحلل الارقام اللي هقولها لكم ما عندوش ازمه والله، يعرف هو قد ايه كان ظالم وقد ايه كان غير عادل بالمره وهو بيدير مسابقه ضد النادي الاهلي. وبلاش يا سيدي يتقال لك ما احنا بنريح الزمالك ده دلوقتي لانه كنا بنريح الاهلي لما بيلعب فاينل. هو انت مش واخد بالك من حاجه؟ بطوله دوري ابطال افريقيا اللي خلاها تخلص السنه دي هو نصر حسين في نص الموسم. يعني لا انت بتتكلم دلوقتي احنا في شهر 6، البطوله بتخلص في شهر 5 او 6. ليه؟ بكره تنتهي ماتش الترجي والوداد،
قبل كده كان بتخلص في 11، فانت ما كنتش مضطر ان انت تاجل للاهلي وهو في الفاينل، لان كان بيبقى في بدايه الموسم المحلي ما عندكش مشكله فيه. المشكله اللي حاصله دلوقتي سببها الاجنده اللي اتغيرت بتاعه الاتحاد عشان وهي متغيره الغرض انها تعدل النظام عشان يتوافق مع الاجنده الاوروبيه ونخرج من بره اللخبطه دي. الاهلي هو بيلعب الفاينل مش نزيد اللخبطه. البطوله اللي فاتت مع الترجي كان بعديها على طول الدنيا كلها مريحه، لانه كان في اجنده دوليه ومصر بتلعب مع تونس تقريبا، فما كنتش انت محتاج تريح الاهلي، الاجنده مريحاها اصلا عشان ما يتقالش احنا بنريح الزمالك عشان سبق ريحنا الاهلي. لا، لو سيادتك عايز تعرف انت عملت ايه مع الاهلي اقول لك انت عملت ايه مع الاهلي، عشان الكلام الخطير اللي قاله الكابتن احمد شوبير ربما يخليك لما تقول لنا كده عملت ايه مع الاهلي. السنه دي اتحاد الكره عمل ايه مع الاهلي؟ هنتفق انه معنى كلمه مضغوطه يعني كل 3 ايام مباراه، ده المعدل غير الادمي غير المعقول، ولما بتستخدمه لضغط جدول. انت ضغطت الاهلي كام مره وضغطت الزمالك كام مره عشان لما يقول لك مباراه الاسبوع ال 34 ما ينفعش تتلعب دلوقتي، المفروض انتوا كاتحاد تتكسفوا على نفسيكم وتفهموا الانديه قد ايه انتوا فعلا غير محايدين. في 6 انديه دلوقتي روحت خدت اجازه والدوري انتهى بالنسبه لها، انت رافض ان الاهلي يكون السابع رغم ان هو اللي هيشارك في دوري الابطال، رغم ان هو اللي عنده اكبر عدد من اللعيبه الدوليين، رغم ان هو اكتر عدد ممثل في المنتخبات، رغم انه اكتر فريق شارك في بطولات افريقيه في السنوات الاخيره ومتعرض لضغط، رافض ان يكون الاهلي سابع هذه الانديه. ليه؟ عشان انت ما انتش سيد قرارك، انت مش قادر تفرض قرار، انت يا اما شايف الصح وعاجز عن ان انت تطبقه او البعيد انفير غير عادل.